بنرحب بحضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع جولة سريعة في أخبار الألعاب الأخرى. والبداية مع الإنجاز التاريخي اللي حققه عبد الرحمن سامح لاعب منتخبنا الوطني للسباحة بعدما توج بفضية سباق 50 متر فراشة ببطولة كأس العالم المقامة حاليا بالعاصمة المجرية بودابست، وده بعد ما أنهى السباق في المركز الثاني بزمن مصري جديد قدره 23.13 من 100 ثانية. وكان البطل المصري قد حقق إنجازا تاريخيا أيضا بعدما توج بذهبية سباق 50 متر فراشة ببطولة كأس العالم اللي أقيمت مؤخرا في اليونان بعدما أنهى السباق في المركز الأول بزمن مصري جديد قدره 23.4 من 100 ثانية. إنجازات مصر في الألعاب الأخرى تتوالى، ونروح لمنتخبنا للجمباز الفني ناشئين وناشئات اللي بيواصل تألقه وكتابة تاريخ جديد وتحقيق إنجاز كبير في اليوم الختامي من بطولة البحر المتوسط المقامة حاليا في تركيا، حيث حقق مصطفى أحمد الميدالية الذهبية الثانية له في نهائيات منافسات جهاز المتوازي، وحصلت كمان محمد عطية الميدالية الذهب على جهاز العقلة، وحققت لاعبة منتخبنا شمس علي الميدالية البرونزية في نهائيات منافسات الجهاز الأرضي لتحقق اللاعبة الميدالية الثانية لها في البطولة، وحقق اللاعب مصطفى أحمد ميدالية فضية على جهاز العقلة، وحصل اللاعب محمد عطية على الميدالية البرونز في نهائيات منافسات جهاز حصان الحلق، وحصلت جودي جوهر على الميدالية الفضية في نهائيات منافسات جهاز المتوازي. ارتفع رصيد منتخبنا للجمباز الفني ناشئين وناشئات رصيده إلى 11 ميدالية متنوعة منها 3 ذهب. وإلى كرة اليد، حيث يبدأ منتخبنا الأول بقيادة مدير الفني الإسباني باستور تدريباته اليوم على ملعب أو في الصالة المغطاة بمعسكر المركز الأولمبي في إطار الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الإفريقية اللي هتستضيفها مصر إن شاء الله يناير المقبل على الصالة المغطاة باستاد القاهرة، ومن المقرر أن ينضم المحترفون للمعسكر يوم 30 أكتوبر الجاري. يستعد منتخبنا للسفر إلى ألمانيا يوم 2 نوفمبر المقبل لخوض معسكر خارجي يتخلله مباراتين وديتين مع منتخب الماكينات الألمانية لخوض تجربة قوية ضمن خطة إعداد الفراعنة للمنافسة المهمة المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024. ونروح للسكواش، حيث كتب البطل المصري علي عزت تاريخا جديدا في اللعبة بعد تفوقه على جميع منافسيه في البطولة، حيث فاز لاعب السكواش بلقب البطولة بطولة رومانيا الدولية لناشئي السكواش تحت سن 17 عام واللي أقيمت في الفترة من 19 أكتوبر وحتى 22 من نفس الشهر بمدينة بوخارست برومانيا، وباشتراك العديد من ناشئين اللعبة من مختلف دول العالم.